نبي نقول لكم ان ابنكم احمد رمضان في طيله العشر سنوات السابقه وهذا ما سمعناه ولمسناه بايدينا وشفناه بام اعيننا وسمعناه الان حتى من سجانينا انهم يقولون يا عمي احمد وللامانه يعني انسان كان في غايه الاحترام وغايه التقدير وللامانه طلب منا بشكل شخصي من قيادات طرابلس وكلمه السيد الرئيس محمد يونس النفي فخامه الرئيس محمد يونس النفي اللي توجهوا له بالشكر من بعد الله كان لي الفضل في اطلاق سراحه وسراحه المساجين وبصراحه طلبوا منا ان هو اذا ما كان رجل دوله في النظام السابق طلبوا منا ان يكون رجل دوله في النظام السابق وطلبوا منا ان هو يكون رجل دوله في المرحله هذه وطلبوا منا ان هو يقود لواء المصالحه في الاصابع والسبب ان هذا الرجل اذا كان كنا بنتكلموا عن النظافه فان النظافه تعني احمد رمضان. ارجوكم يا شباب انا افتخر انا خالد سعيد عمار ضو افتخر اني ابن هذه المدينه وافتخر بوجود هذا الرجل بيننا وهذا الرجل ابن هذه المدينه. فارجوكم رجاء خاص انكم تكونوا تقدموا له تكونوا حن طاعته وتسمعوا كلامه. هذا الرجل يملك من الخبره ويملك من الحكمه ما يوصل الليبيين اللي بر الامان. واحنا الان نبوا بلادنا والحمد لله على سلامته واليوم كل واحد منكم يتبارك له لان هذا ابوه الكل وهذا اخوه الكل.